الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاهتمام البالغ والمتابعة الدورية التي توليها الدولة لحل مشكلات المستثمرين وتهيئة بيئة الاستثمار في مصر وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. جاء ذلك خلال لقائه وزيرة البيئة لمتابعة جهود حل مشكلات المستثمرين ودعم مناخ الاستثمار في مصر، حيث تناول اللقاء جهود الوزارة الحالية والمستقبلية لدعم الاستثمار، والتي تتضمن القيام بمراجعة المنظومة الخاصة بإصدار الموافقات البيئية بالكامل بهدف تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لكل القطاعات. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن القوات الأوكرانية في مدينة سوليدار الشرقية تتشبث بمواقعها وتلحق بالقوات الروسية خسائر فادحة. ووجه زيلنسكي الشكر لوحدتين أوكرانيتين في سوليدار، مضيفا أنهما تتمسكان بموقعهما وتلحقان بالعدو خسائر فادحة دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل. وأضاف زيلنسكي أنه التقى مع كبار القادة العسكريين وتناول معهم بالتفصيل التعزيزات المطلوبة في معركة سوليدار والبلدات المجاورة والخطوات التي ينبغي اتخاذها في الأيام المقبلة. قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نابينزيا إن الغرب لم يرغب في تسوية النزاع بأوكرانيا. وأضاف نابينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أن ما يؤكد كلامه هو التصريحات الأخيرة لفرانسوا هولاند وأنجيلا ميركل، لافتا إلى أن اتفاقيات مينسك بحسب اعترافات هولاند وميركل كانت ضرورية فقط لتزويد أوكرانيا بالأسلحة الأجنبية وإعدادها للعمليات القتالية. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جيان بيير إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يكن يعلم أن وثائق سرية تعود للفترة التي شغل فيها منصب نائب الرئيس موجودة في مركز أبحاث بواشنطن أو في منزله. وأشار البيت الأبيض إلى أن بايدن لا يعرف مضمون تلك الوثائق السرية، وجاء ذلك بعد أن عين وزير العدل مستشارا خاصا للتحقيق في طريقة التعامل مع الوثائق الحكومية الحساسة والتي تم العثور عليها في المكانين. قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن هناك أدلة متزايدة على أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكنها تجنب الرقود هذا العام. وأضافت جورجيفا أن أسواق العمل الأمريكية لا تزال مرنة، لافتة إلى أن طلب المستهلكين لا يزال قويا على الرغم من الزيادات في أسعار الفائدة لمحاربة التضخم. وتوقع صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة لعام 2023 بواقع 1%. من هؤلاء الأطفال من الهزال الشديد، وهو أكثر أشكال نقص التغذية فتكا. ووفقا للأمم المتحدة فإن الارتفاع الهائل في أسعار المواد الغذائية يؤدي إلى تفاقم نقص الغذاء ويعوق الوصول إلى المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة. مشاهدينا انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.